طيب سريعا خلينا نبتدي في الترند المحلي واهم وابرز الاخبار اللي كتبت على السوشيال ميديا في الجانب المحلي تحديدا، ونروح للحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم على فيسبوك واللي بيعلنوا فيه اسماء حكام مباراتي الاحد. طبعا حضراتكم عارفين النهارده الانتاج الحربي مع الجونه، المباراه ابتدت الساعه 5:30، 1-0 للانتاج الحربي من هدف لعبد الرحمن اسامه من ضربه جزاء في الدقيقه 15، وتم طرد محمود الغرباوي طبعا حارس الجونه. موقف الجونه بقى صعب شويه. طبعا طاقم الحكام محمود بسيوني، حكم ساحة حكم مساعد أحمد ساهر، وحكم فيديو محمود دسوقي. طبعا بخلاف مباراة الليلة ما بين المقاولين والاتحاد السكندري، وحكم الساحة يكون محمد سلامة، حكم مساعد أول تامر رشاد، وحكم مساعد تامر محمد صلاح، وحكم الفيديو محمد عباس. طيب من ضمن كمان الأخبار المهمة جدا، الاتحاد المصري لكرة القدم وكمان الوطن سبورت على تويتر بيعلن وفاة المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم المهندس إيهاب صالح، ويعني بنعزي طبعا أسرة الرياضة المصرية في وفاته. الله يرحمه، كان من الشخصيات المميزة جدا في الوسط الرياضي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. كمان آخر خبر معنا يعتبر من ضمن الأخبار المهمة جدا، وده حساب سوبر كورة على تويتر، واللي بيقول إن محمد إبراهيم لاعب مصر مقصة يدخل حسابات المنتخب أمام توجو. في الحقيقة محمد إبراهيم بيأدي بشكل مميز جدا في مبارياته مع فريق مصر مقصة، وده هيكون أكبر دافع للكابتن حسام البدري لانضمام اللاعب خلال معسكر المقبل في نوفمبر ومباراتي توجو بإذن الله في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وماشي بشكل ممتاز في الحقيقة محمد إبراهيم. دي كانت بعض الأخبار المحلية. خلينا سريعا نروح للمشاركات وتعليق جمهور النادي الأهلي، وإزاي كان شكل احتفالهم بعد الفوز ببطولة الدوري، وننهي بهم الحلقة. طيب زي ناب زينب ماشي بتقول لك ايه، بتقول لك مش هنحتفل الا بعد الفوز بكاس دوري الابطال السنه دي ان شاء الله تعالى. تمام. علي ابو علي قال ولا اي احتفال ولا اي فرحه، ما بقاش ليها طعم خالص بسبب فرق او فرق البطولات. محمد مجدي السعيدي قال الاحتفال على طريقه مؤمن زكريا ربنا يشفيه، ده افضل احتفال في الحقيقه. طيب كمان كان في تعليق من عبده محمود وقال كالعاده الدوري لنادي القرن وان شاء الله التاسعه في الجزيره. جون لطفي قال الاحتفال المثالي هو الاحتفال بطريقه مؤمن زكريا تكريما وتقديرا لي، وبالتوفيق للنادي الاهلي في القادم ان شاء الله. عبد الله محمد قال لن نحتفل الا بعد الفوز وتوت افريقيا ان شاء الله تعالى. دي كانت بعض تعليقات جمهور النادي الاهلي على حسابات مختلفه للقناه على فيسبوك تويتر وانستغرام، وكانت ايه طريقه احتفالهم، والابرز او الاكثر يعني قال الاحتفال على طريقه مؤمن زكريا ان شاء الله يرجع بالسلامه لبيته ولجماهيره. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند. عندنا كمان حلقة أخرى بكرة هتكون غاية في الأهمية وهنتكلم فيها في تفصيل كتير بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي وكمان الكرة المصرية والرياضة العالمية. إلى اللقاء. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل عالأهلي وبطولاته هيقولك وسع للقطر.